قبل غروب شمس 28 من نوفمبر عام 1987 في مطار بغداد الدولي، كانت الطائرة على بعد ساعات قليلة من الإقلاع. اليوم وبعد تحضيرات كثيرة، الأحداث أصبحت على وشك الوقوع. طوال الرحلة ما بين بغداد وأبو ظبي، كان أغلب الركاب في حالة نعاس، سوى راكبين فقط منعهم القلق من النوم رغم تظاهرهم بذلك. الحسناء الكورية التي تدربت من أجل تلك العمليات منذ 7 سنوات، وشريكها الرجل المسن. هبطت الطائرة الكورية في مطار أبو ظبي قبل استكمال رحلتها إلى سيول في كوريا الجنوبية، وأخذت الفتاة والرجل حقائبهما وغادرت الطائرة بهدوء، ولم يلاحظ أحد أنهما تركا حقيبتهما البلاستيكية داخل الطائرة. الكارثة أصبحت على بعد 5 ساعات فقط. إنها عمليتها الأولى بتكليف من زعيم كوريا الشمالية شخصيا. كيم هيون هوي ولدت في كايسونغ بكوريا الشمالية في 27 يناير عام 1962. كان والدها دبلوماسيا في كوبا، لذلك عاشت الأسرة هناك لبعض الوقت ثم استقرت في بيونغ يانغ. كانت كيم طفلة ذكية وجميلة ولها أنشطة متعددة، فقد كانت تهوى السينما منذ صغرها وشاركت بالتمثيل في أحد الأفلام الكورية وهي في عمر 10 سنوات. بعد تخرجها من المدرسة الثانوية التحقت في البداية بجامعة كيم سونغ قبل الانتقال إلى كلية اللغات الأجنبية في بيونغ يانغ حيث درست اللغة اليابانية. وهي في سن 16 تم تمييزها من قبل الحزب لذكائها وجمالها، وتلقت تدريبا خاصا في اللغات تمهيدا لإعدادها لأداء أدوار خاصة. في 19 من عمرها تم استدعائها إلى مكتب عميد الكلية حيث التقى بها رجل من الحزب المركزي. ما تلا ذلك كان عدة جولات من المقابلات انتهت بمصافحة من عميل خاص، والذي أخبرها بأنه قد تم اختيارها للانضمام إلى مدرسة التجسس السرية والنخبة التابعة لجيش كوريا الشمالية، كما أخبر بأن تحزم أمتعتها وتودع عائلتها وأن تكون مستعدة للمغادرة في اليوم التالي. منذ ذلك الحين كانت تعد لتكون محاربا في جيش كوريا الشمالية من الجواسيس الدوليين. بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى وكالة التجسس الكورية الشمالية، حصلت كيم على اسم جديد وهو أوك هوا، وأرسلت للعيش في مجمع خارج بيونغ يانغ. هناك قضت كيم 7 سنوات في تعلم ألاعيب التجسس، والتي شملت تدريبها على فنون القتال المختلفة واللياقة البدنية وكيفية استخدام السلاح وصنع المتفجرات، بالإضافة إلى استخدام الشفرات. كما قضت 3 سنوات في تعلم المعايشة واللغة اليابانية مع أحد اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية من اليابان. في نهاية تدريبها تم إخضاعها لأحد الاختبارات الصعبة على شكل المحاكاة، حيث طلب منها التسلل إلى إحدى سفارات الدول الأعداء وسرقت بعض الوثائق الهامة من داخلها والخروج بأمان. وبعد اجتيازها للاختبار بنجاح، تم إرسالها إلى مدينة ماكاو التابعة للصين لتعلم اللغة الكانتونية حتى تتمكن من انتحال شخصية مواطنة صينية عند إرسالها في مهام خارجية. كما تم تدريبها أيضا على التسوق في محلات السوبر ماركت واستخدام بطاقات الائتمان وزيارة المراقص والملاهي الليلية، فقد كانت كل تلك المظاهر غير موجودة في كوريا الشمالية. ثم سمح لكيم بالسفر إلى أوروبا مع أحد العملاء الأكبر سنا ويدعى كيم سونغ إل. كان هذا جزءا من إعدادها الشامل لإكمال المهمة التي كانت ذات أهمية كبيرة لعائلة كيم الحاكمة. في حوار لها مع هيئة الإذاعة البريطانية، تقول كيم أن أحد الضباط الكبار في المخابرات الكورية الشمالية أخبرها أن المهمة ستكون تدمير طائرة كورية جنوبية. جاء هذا الأمر من الزعيم الكوري الشمالي آنذاك كيم إل سونغ، الذي كان مصمما على منع أعدائه في كوريا الجنوبية من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988. تقول كيم أن الرئيس الكوري كيم إل سونغ كان بالنسبة لها شخصية إلهية، وكل ما يأمر به يمكن تبريره وسيتم تنفيذه حتى لو كان الثمن حياتك. في مقابلة لها مع تلفزيون NBC الأمريكي، قالت كيم أن كيم جونغ إل ابن الرئيس هو من قام بتوقيع أمر المهمة شخصيا، ولم يكن قد تولى الرئاسة بعد، وكان يشرف على جميع الأمور المتعلقة بكوريا الجنوبية.
في 12 نوفمبر عام 1987 سافرت كيم ومعها كيم سونج إل العميل المسن من بيونج جانج في كوريا الشمالية على متن طائرة متجهة إلى موسكو عاصمة الاتحاد السوفيتي آنذاك، ومن هناك سافر إلى بودابست بالمجر في صباح اليوم التالي، حيث مكثوا في منزل العميل الكوري الشمالي لمدة 6 أيام. وفي 18 نوفمبر سافر بالسيارة إلى فيينا بالنمسا، وبعد عبور الحدود النمساوية قام ضابط التوجيه الذي أقام معه في بودابست بالمجر بمنح الجاسوسان جوازات سفر يابانية مزورة تحمل اسم مايومو تشينيشتي ووالدها هاتشيا تشينيشتي، كما أعطوهم تذاكر سفر على الخطوط الجوية النمساوية تنقلهم إلى بلغراد بيوغوسلافيا. في 27 نوفمبر في بلغراد قام اثنان من ضباط التوجيه الكوريين بمنحهم القنبلة الموقوتة، وهي عبارة عن راديو باناسونيك مصنوع في اليابان، والذي كان يحتوي على متفجرات وزجاجة من المتفجرات السائلة التي تهدف إلى تكثيف الانفجار. في اليوم التالي غادرت مايومي وهاتشيا بلغراد متجهين إلى مطار صدام الدولي في بغداد بالعراق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في توقف مؤقت. في المطار كان عليهم الانتظار 3 ساعات ونصف للوصول إلى الرحلة 858 المتجهة إلى سيول، وهي الهدف الرئيسي للعملية. بمجرد صعودهم الطائرة قامت مايومي بوضع الحقيبة البلاستيكية التي تحتوي على الراديو الباناسونيك الذي يحمل المتفجرات في داخله في رف الحقائب أعلى مقعدها، وقامت بضبط المؤقت الزمني لبدء العد التنازلي للانفجار بعد 9 ساعات تبدأ من الآن. حاملة على متنها 115 شخصا معظمهم من المواطنين الكوريين الجنوبيين، وفي تمام الساعة 11 مساء غادرت الرحلة الجوية رقم 858 من مطار صدام الدولي في طريقها إلى مطار كيمبو الدولي في سيول، تتخللها محطتي توقف مؤقت، المحطة الأولى في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والثانية في بانكوك بتايلاند. طائرة الرحلة 858 كانت من طراز بوينغ 707، وتم شراؤها في عام 1971 لتكون الطائرة الخاصة للرئيس الكوري الجنوبي بارك تشونغ هي. هذه الحقيقة وحدها كان ينبغي أن تجعل المسؤولين يشعرون بالقلق من أن يوما ما قد تكون هدفا لهجوم إرهابي من كوريا الشمالية. تقول كيم أنه في اللحظة التي استقلت فيها الطائرة وبعد وضعها المتفجرات فكرت للحظة في أن جميع الأشخاص الموجودين حولها سيتحولون إلى رماد بعد ساعات، لكنها سرعان ما تخلصت من تلك المشاعر الإنسانية بالتفكير في مبدأها الأساسي، وهو من أجل كوريا موحدة يجب التضحية بهؤلاء الناس. لقد تدربت فقط على اتخاذ أوامر مثل الروبوت. في كوريا الشمالية لا يمكن أن يكون لديك هذه المشاعر أو التشكيك في قرارات الحاكم، لأن هذا يعني أن مبادئك قد تعرضت للتلف وسيتم إعدامك أو إرسالك إلى السجن. بعد إقلاعها من أبوظبي بساعات قليلة وأثناء مرور الطائرة فوق بحر أندمان، فقدت سلطات المرور الجوي البرمية التي كانت تراقب الرحلة الاتصال مع الطائرة، وبعد فترة قليلة عثرت السلطات التايلندية على أجزاء من حطام الطائرة على بعد 6 أميال من الحدود التايلندية مع بورما. رغم أن بعض الحطام وجدت غارقة على ساحل بورما، لكن لم يتم العثور على موقع تحطم الطائرة، كما لم يتم العثور على رفات بشرية على الإطلاق. ذهبت الشكوك نحو عملاء كوريا الشمالية، خاصة أن بورما كانت مكانا لهجوم إرهابي كبير آخر قبل 4 سنوات من تلك الحادثة، عندما حاولت كوريا الشمالية اغتيال رئيس كوريا الجنوبية تشون دون هوان خلال زيارته لبورما، لكنهم أخطأوا في اغتياله وقتل 21 شخصا من مرافقيه. الآن 115 شخصا قد لقوا حتفهم في هجوم إرهابي مشتبه به من كوريا الشمالية في سماء بورما. قامت السلطات في كوريا الجنوبية بمراجعة قائمة الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، لاحظت أن 2 منهم فقط غادروا الطائرة خلال توقفها القصير في أبو ظبي قبل أن تستكمل الطائرة رحلتها إلى سيول. وصفتهم جوازات سفرهم بأنهم مواطنون يابانيون، وهما هاتشيا تشينيشتي البالغ من العمر 69 عاما وابنته مايومي هاتشيا تشينيشتي البالغة من العمر 27 عاما. فبعد وصولهما أبو ظبي حاول الاثنان ركوب الطائرة المتجهة إلى عمان بالأردن، ولكن وبسبب عدم حصولهم على تأشيرات السفر غيروا رحلتهم إلى روما عبر البحرين. وأثناء انتظار رحلتهم إلى روما كان التحقيق بشأن تفجير الرحلة 858 قد توصل إلى أن هذين الراكبين اليابانيين قد أصبحوا محل اشتباه. تم تنبيه السلطات في البحرين من قبل السفارة اليابانية لفحص جوازات سفرهم والتي تم التأكد من أنها مزورة.
قبل قليل من صعودهم إلى الطائرة المتجهة إلى روما، فوجئت كيم وزميلها الرجل المسن بمجموعة من قوات الأمن تتوجه نحوهم. عندها أدركوا أن عمليتهم نجحت، لكن شخصيتهم الحقيقية قد كشفت. كانت خطتهم الأخيرة هي تناول سم السيانيد الذي وضعوه داخل السجائر. طلبوا من قائد القوات التي جاءت للقبض عليهم أن يسمح لهم بإشعال سيجارة قبل الذهاب معهم. وبعد لحظات فوجئ الأمن بسقوط الرجل المسن مغشيا عليه، فأدركوا أن السجائر تحتوي على مادة سامة، فأسرعوا بسحب السيجارة من فم كيم. مات الرجل المسن على الفور، أما كيم فقد نجحوا في إنقاذها. رفضت كيم التحدث أو الإدلاء بأي معلومات عنها أو عن والدها المزعوم بالتحقيقات التي أجريت معها في البحرين، لذلك تم نقلها إلى سيول للتحقيق معها هناك في 15 ديسمبر عام 1987. في التحقيقات قالت إن اسمها الحقيقي باي تشوي هوي، وهي يتيمة صينية نشأت في اليابان، وأنه ليس لها أي علاقة بتفجير الطائرة. كان الدليل الرئيسي ضد كيم هو السجائر السامة التي أظهر التحليل أنها النوع الذي استخدمه عدد من عملاء كوريا الشمالية الآخرين الذين تم القبض عليهم في كوريا الجنوبية. بعد 8 أيام من الاستجواب في كوريا الجنوبية وإصرارها على أقوالها، سمح لها بمشاهدة فيلم عن الحياة في البلاد على شاشة التلفزيون، وأدركت أن الحياة في سيول مختلفة تماما عما روج لها في كوريا الشمالية. كانت قد علمت أن كوريا الجنوبية كانت دمية أمريكية مليئة بالفقر والفساد، ولكن بعد أن شاهدت كيف يعيش الكوريون الجنوبيون فعليا، بدأت تدرك أن ما قيل لها أثناء عيشها في الشمال كان غير صحيح تماما. وعندها ألقت كيم نفسها في أحضان المحقق طالبة منه ومن الجميع أن يسامحها، وقدمت اعترافا تفصيليا وطوعيا، وقالت إنه تم استغلالها كأداة للأنشطة الإرهابية كوريا الشمالية. في يناير عام 1988 أعلنت كيم في مؤتمر صحفي عقدته وكالة تخطيط الأمن القومي ووكالة المخابرات الكورية الجنوبية أنها هي وشريكها الذي انتحر في البحرين من عملاء كوريا الشمالية، وقالت إن الراديو الذي وضعوه داخل الطائرة كان يحتوي على 350 جراما من مادة C4 شديدة الانفجار، كما وضعوا زجاجة تحتوي على ما يقرب من 700 ملي لتر من مادة FLX شديدة الانفجار في رف علوي في مقصورة الركاب من الطائرة. تم الحكم على كيم في مارس عام 1989 بالإعدام بتهمة تفجير طائرة الرحلة 858 وقتل كل من كانوا عليها. بحكم الإعدام ظنت كيم أن الجزء الأول من حياتها قد انتهى، ولم تفكر مطلقا أنه سيكون هناك جزء ثاني. في 12 أبريل عام 1990 أصدر الرئيس الكوري الجنوبي رو تاي وو قرارا بالعفو عنها، وقال إن الأشخاص الذين يجب أن يحاكموا هنا هم قادة كوريا الشمالية، أما كيم فهي ضحية لهذا النظام الشرير مثل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. في عام 1993 قامت كيم بتأليف كتاب يحكي قصتها بعنوان دموع روحي، تبرعت بعائداته لصالح ضحايا الطائرة. وفي عام 1997 تزوجت من ضابط مخابرات كان أحد الذين حققوا معها، وسرعان ما أصبحت أما للطفلين. تعيش كيم على أطراف ثالث أكبر مدينة في كوريا الجنوبية وسط حراسات خاصة من كوريا الجنوبية، خوفا من استهدافها من قبل جواسيس كوريا الشمالية والتي نفت معرفتها بكيم وأنكرت جميع اعترافاتها. عام 2005 عندما سئلت عن عائلتها في كوريا الشمالية، قالت كيم أنها سمعت قصة من أحد الهاربين من كوريا الشمالية، قال إنه تم وضع أسرتها في معسكر اعتقال منذ حوالي 15 عام، لكنها لا تعلم تحديدا ما حدث لهم.